السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين معكم أصدقائي في سلسلة فكر وازدد ثراء اللي نتحدث فيها عن مبادئ النجاح والثراء الموجودة في كتاب Think and Grow Rich، فكر وازدد ثراء لنابوليون هيل. تحدثنا في الحلقات السابقة عن المبدأ الأول اللي هو الرغبة المشتعلة، والمبدأ الثاني كان الإيمان، والآن حديثنا عن المبدأ الثالث ألا وهو الإيحاء الذاتي. طبعا مبدأ الإيحاء الذاتي مهدنا له في الحلقة السابقة لما تحدثنا عن الإيمان، وحكينا أن الإيحاء الذاتي هو من الوسائل اللي إحنا بنقدر نستخدمها حتى نعزز الإيمان لدينا. الإيحاء الذاتي من اسمه هو إيحاء إلى الذات، فهي رسائل واعية أنت بترسلها لذاتك وبتستقبلها عن طريق الحواس الخمسة. هاي رسائل تبدأ في التسرب إلى العقل الباطن حتى تشكل برمجة عقلية موجودة عندك، أو برمجة عقلية جديدة ممكن تساعدك حتى توصل لأهدافك أو حتى تنجح. وهنا بيحكي لنا نابوليون هيل إنه ما في فكرة بتقدر توصل للعقل الباطن من دون مساعدة مبدأ الإيحاء الذاتي، لأنه ما في وسيلة تواصل مباشرة ما بين عقلك الواعي وعقلك الباطن إلا موضوع الإيحاء الذاتي، حتى أنت تبرمج هذا العقل الباطن على الأفكار اللي بدك إياها. وأيضا بيحكي لنا نابوليون هيل أن الله سبحانه وتعالى خلق لنا سيطرة كاملة، أو خلقنا متمتعين بسيطرة كاملة على المادة التي تدخل إلى العقل الباطن من خلال الحواس الخمس. يعني إحنا إلنا سيطرة كاملة على الفلاتر اللي هي الحواس الخمس اللي قاعدة بتدخل المعلومات للعقل الباطن، ولكن هذا لا يعني انه الناس بيستخدموا او بيمارسوا هذه السيطرة. والدليل على ذلك انه كثير من الناس يعيشون حياة الفقر وحياة التعاسة، وقلة اللي بيستطيعوا يسيطروا فعليا على ما يدخل للعقل الباطن ويبرمجوا هذا العقل على الاشياء اللي بتساعد على نجاحهم، الاشياء اللي بتفيدهم، الاشياء الايجابية. هذول اللي هم القادرين انهم يعيشوا حياة السعادة وحياة الثراء. حتى نحصد قوة العقل الباطن والإيحاء الذاتي، الآن بدنا نجيب الأشياء اللي كتبناها في الحلقات السابقة لما تحدثنا عن موضوع الرغبة، ولما تحدثنا عن موضوع الإيمان، وتصريحك الذاتي الدقيق أنت قديش بدك وما تبدك تحصل عليه والمقابل اللي بدك تدفعه تجاهه إلى آخره. هاي الورقة اللي كتبناها بدنا نبدأ بتكرارها مخلوطة بالمشاعر والإيمان الشديد، يعني بدك تخلطها بمشاعر قوية جدا، بدك تستشعر أنك أنت حصلت على هذا المال، أنك أنت تملك هذا المبلغ. ما بتنتظر أي خطة خارجية حتى تجيب لك المصاري هاي، لا، أنت الآن حصلت عليها، تملكها وتملك التصرف فيها. بدك تبدأ تتخيل نفسك وأنت بتتصرف في هذه الأموال اللي حصلت عليها، وطبعا تخيلك بده يكون مخلوط بمشاعر قوية جدا، زي ما حكينا في الفيديوهات السابقة إنه المشاعر والإيمان مع بعض هي العنصر الكيميائي اللي بيفعل الجذب، بيفعل تحقيق الأهداف في حياتنا. لأنه مجرد تكرار الأفكار بشكل سطحي غير قادر إنه يدخل للعقل الباطن، وغير قادر إنه يأثر في نفسك بشكل عميق. لذلك أي تكرار بده يكون تكرار قوي مخلوط بمشاعر قوية، أنك أنت تستشعر حقيقة أنك حصلت على هذا الشيء، وأنك أنت مستمتع وأنت حصلت عليه، مستمتع بوجوده في حياتك. بدك تخلي المشاعر تبدأ تتسرب إلى جسمك، تستشعرها بكل خلية حتى يكون مبدأ الإيحاء الذاتي فعال بالنسبة لك. وهنا أكيد بدنا نشدد على موضوع المشاعر، لأنه كثير من الناس اللي بيطبقوا موضوع الإيحاء الذاتي أو بتعاملوا بالتوكيدات المختلفة وما بتنجح، بيجي بيحكي لك أنه والله أنا جربتها وما زبطت معي. هي ما زبطت معك لأنك أنت ما حطيت الوقود الشعوري، الوقود المشاعر الكافي أنها تشتعل، فهي مجرد كلمات سطحية ما إلها قيمة إذا ما خلطتها بمشاعر. وتدريجيا لما تكون مشاعر قوية، هذه المشاعر مع الأفكار رح تتحول لإيمان راسخ أنك أنت تستحق وجاهز لاستقبال هذه الأهداف وتحققها في حياتك. هنا بيأكد لنا نابوليون هيل أنه قدرتنا على تفعيل واستخدام مبدأ الإيحاء الذاتي متناسبة طرديا مع قدرتنا على تفعيل مبدأ التركيز الفوكس بحياتنا.
حتى نحول الهدف. طبعا هو كان في البداية أمنية، بعدين تحول لهدف جمعناه مع رغبة شديدة، الآن قاعدين منضيف له الإيمان بالإيحاء الذاتي، منفعل حواسنا جميعها حتى ندخل الفكرة ونحولها إلى اعتقاد راسخ في العقل الباطن. الآن هذا الموضوع كله بيزداد قوة لما ندخل التركيز في المعادلة، والتركيز هنا بيخلي الهدف أو الرغبة تتحول من مجرد هدف عادي إلى هوس شديد. أنت يوميا عندك هوس بنجاحك، يوميا عندك هوس بتحقيق هذا الهدف اللي بتطمح له أو المبلغ اللي أنت حطيته لنفسك في موضوع الثراء. طبعا من الخطوات الهامة مثل ما ذكرنا في الفيديوهات السابقة حتى إحنا نسرع تحقيق الأهداف في حياتنا، بعد ما كتبنا الأشياء اللي بدنا إياها وكنا دقيقين في الكتابة، أنه يوميا نكرر ما كتبناه بصوت عالي. يعني بدك أنت شوي تختار مكان هادي بدون أي مقاطعات، ومثل ما حكينا يفضل قبل النوم وبعد الاستيقاظ مباشرة، وتبدأ تقرأ لنفسك الأشياء اللي أنت كتبتها بصوت عالي، لأنه سماع الأشياء منك من نفسك يسرع الإيحاء الذاتي ويسرع ترسيخ هذه القناعات في العقل الباطن. فبالتالي لما بدك أنت تقرأ يوميا ما كتبت وتستشعر تخلط الكلمات والأفكار بمشاعر عميقة، الآن أنت بتسرع البرمجة وبتسرع تحقيق الأهداف في حياتك. كمان لازم نكون مدركين أنه أي تمارين عملية إحنا بنقوم فيها في طريقنا نحو النجاح والثراء في حياتنا ما بتزبط نعملها مرة واحدة ونوقف، لأنه ما بيكون لها أثر كبير. فالالتزام مهم جدا والتكرار مهم، ولكن التكرار مش فقط تكرار سطحي، بده يكون تكرار مع مشاعر. الالتزام بشكل يومي على الأقل مرتين في اليوم قبل النوم وبعد الاستيقاظ، نحكي بصوت عالي، نستشعر أهدافنا، نستشعر الأمور اللي إحنا كتبناها، منحس إنه حققناها بالفعل، نتعايش معها حتى تصبح واقع إحنا منعيشه بشكل فعلي. فمهم جدا نلتزم بدقة بهذه التعليمات، وإلا لن تكون لها أي قيمة ملموسة في حياتنا. واللي راح يلتزموا بتطبيق هذه المعلومات بشكل دقيق راح يبدأوا يلمسوا الفرق بحياتهم تدريجيا، كل حسب قوة الاعتقاد اللي انت بتحطه بترديدك لهذه الأفكار وترديدك لهذه الجمل، وأيضا حسب قديش انت عندك التزام وعندك انضباط ذاتي تجاه نجاحك وتجاه تميزك. كان هذا ما يتعلق في موضوع الإيحاء الذاتي. لو عندكم أي أفكار أو تعليقات بيسعدني أني أقرأها، وشاركوها معنا في قسم التعليقات أسفل الفيديو. إلى أن نلتقي في فيديوهات قادمة، بتمنى إن شاء الله أنكم تطبقوا بعزيمة وقوة ومتعة الأشياء اللي عم نتحدث عنها في هذه السلسلة، وأكيد لا تنسوا تشتركوا معنا في القناة حتى توصلكم الفيديوهات وتكونوا أول اللي بيعرفوا عنها، ومكملين أكيد بسلسلة تفكر وازدر ثراء وحلقات جديدة، فتابعوا.